السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. اليوم رح نعمل كريم مغذي للبشرة. هذا الكريم اللي مغذي للبشرة فيه فيتامين سي كتير حلو للوجه، بهذا الوقت احنا كتير محتاجين، كتير منيح للبشرة، بيغذي بيرطب، يبعد التجاعيد من حوالين التم، حوالين الحاجبين، من الرقبة للإيد، مبيض بنفس الوقت. وصفة كتير حلوة وكتير سهلة وكتير بسيطة ومتوفرة إن شاء الله بكل بيت. موادها كتير بسيطة، ما راح تغلب أي حدا، يعني متوفرة يعني بإيد شلون نقول قد الجميع. معليش سامحوني، رمضان مضايق الشغلة معي. فحبايبي راح ناخذ بهاي الوصفة قشور البرتقال. قشور البرتقال الكل تعرفها، او قشور الليمون تقدرون تخلطوها مع بعض، كتير منيحة للبشرة. راح ناخذ من عندها ملعقة اكل من قشور البرتقال او قشور الليمون، وراح شلون نقول زي ما انتم شايفين، خلينا اوضح لكم اياها، نحاول ناخذ بس الناعم من عندها. طلعوا حاولوا حبايبي انخلوه كتير كويس بحيث تاخذون من عندي. هذه انا مسننه كتير فاحاول اعيدها بدل المره مرتين عشان تاخذون. طلعوا يعني هذا الخشب ما بدنا اياه، بدنا كتير ناعم، كتير ناعم عشان ما شلون يتحول الى كريم زي ما حكيت لكم. يعني حاولوا حبايبي انتوا هذه اذا زي خشنه شوفوا لكم اشي ناعم، بس انا عشان تسجيل الفيديو راح يكون عندي. طلعوا يعني كيف ما قاعده انخله يطلع من عندي ايش اسمه قشور برتقال ملعقه اكل. طيب بس انتوا بعد ما راح تنخلوها راح تطلع تقريبا نقول ملعقه، اشوف لكم اياها، ملعقه اكل حبايبي من قشور البرتقال. زين المطحونه ناعم جدا. زين هاي الوصفة كتير حلوة، تنفع حتى لتبييض البشرة، تنفع الخوات اللي عندهم كلف كمان كتير حلوة، لاني انا هون خالطة قشور البرتقال مع قشور الليمون. زين قشور البرتقال مع قشور الليمون انا خالطتهم مع بعض. طيب كيف شو راح نحتاج معاه؟ راح نحتاج معاه قليل جدا، شوفوا انا ما ذوبته، حطته بالثلاجه، ما اريد يعني اللي حابه تذوبه تقدر تذوبه. زين بس هو واحنا نشتغل فيه راح نحتاج يعني تقريبا ملعقه اكل، مو سائل اللي يكون هيك جامد، لان اذا كان سائل راح تحتاجون ملعقتين اكل. زين وتحاولون حبايبي تخلطوه كتير كويس مع بعض. زين انتوا تقدرون شلون نقول تسيحوه كمان، سيحو يعني عشان بسهوله يتجانس مع بعض. انا شو راح اسوي بهيك حاله، يعني لو اسويه بالميكروفله لو اخذ قليل من الماء الساخن واحطه بحمام مائي. طيب راح اضل اخلط هيك فيه عشان يسيح كتير كويس. انا حبيت هيك اسويه عشان يبين كل اشي قدامكم واضح، انه هو عادة بس تشتغلين بيه، واحنا بوقت حار طبعا الله يعين الصيام على هالحار. هيك حبايبي في ما بعرف شو احكيكم، في خوات او اخوت او اخ ما بعرف والله دايما يدخل لي بيقول لي انت كتير تتكلمين كتير. ما حبايبي انا مضطرة احكي ولا انا صايمه كمان زيكم، كمان يعني الحكي الزياده صراحه بياثر علي كمان، يعني شلون قلت تعرفون الجو حار واعطش، بس انا مضطره ادي واجبي باكمل صوره لكم عشان من يكون نوبات خاصه نسب شهر رمضان متكسله كثير اجاوب على الخوات، بيكون اكو شلون قلت تقدرون تشوفون الفيديو وتعرفوا كل اشي واضح عندي. طلعوا هيني خلطت جوز الهند، جوز الهند ملعقة كبيرة من جوز الهند او ملعقة وسط، تقدروا تزيدوا الكمية او تقللوا الكمية زي ما بدكم. زين تقدروا اذا انا قللتوا الكمية تحطون جوز الهند ويا العفو جل الالوفيرا معاه اكثر.
طلعوا شلون حبايبي هيك، يعني هذا ينفع لأهل الكلف كتير منيح ومرطب ومبيض، حتى للخوات البقية اللي ما عندهم كلف كمان كتير كويس، حتى الخوات اللي عندهم حبوب زين، بس ان شاء الله اللي ما بتتحسس من هذه الوصفة. زين شو راح اخلط معاه؟ انا هون مشترية زبدة الشيا، زبدة الشيا راح تحتاجون من عندي مش مرطبة كتير حلوة، كتير مرطب زبدة الشيا مرطبة كتير حلوة للبشرة ومغذية للبشرة وتنفع للخوات اللي بشرتهم جافة كتير تنفعهم، يعني مو معناتها ما تنفع للخوات اللي بشرتها دهنية، لا تنفع إذا غسلت وجهها نظيف وخلتها شوية وسابتها على وجهها ساعة وغسلتها راح تتغذى بشرتها من هاي الزبدة، لأن هاي الزبدة كتير حلوة للبشرة. راح تخلطوها حبايبي هيك مع بعض. زبدة الشيا تاخذون ملعقة وسط زي ما شفتوا أنا قديش أخذت ملعقة وسط، وراح تخلطوها كلها مع بعض. هون شو راح نحتاج؟ راح نحتاج كبسولة واحدة من فيتامين اي، اللي حابة تحط كبسولة فيتامين اي. انا بحب الكبسولة فيتامين اي بحالة ما خليت شلون نقول يعني اي ماسك على وجهي بهذا اليوم، اقدر فيتامين اي يعوض شلون نقول يعوض البشرة، يعطيها يفعل هو ترى على فكرة يخلي مادة الكولاجين بالوجه، يعني شلون بقول لكم اياها، يخلي مادة الكولاجين بالوجه يحفزها، يحفز هاي المادة بالبشرة زين، يخلي انتاج الكولاجين شلون نقول نشط بالبشرة. هيك حبايبي هاي الوصفة تقدرون تستعملوها اللي حابة وما يزعجها شلون نقول القشور البرتقال تقدر تنام فيها، واللي ما بدها تقدر تسويها بالنهار العصرية خليها على بشرتها ساعة وبعدين تغسل بشرتها من عندها، تقدروا تنامون فيه وتقدرون تسيبوه. اللي حابة تقدر تحط الجل الألوفيرا كمان ملعقة شلون نقول ملعقة وسط من جل الألوفيرا. انا صراحة لان جل الالوفيرا هذا مشتريته عشان مع انه بشوف مكتوب 100% زين، انا مشتريته بس اسوي بيه يعني وصفات، ودائما اقول لكم استعملوا جل الالوفيرا الطبيعي، انا بحب الطبيعي كثير كويس. المهم تاخذون شوية قليل من عنده طيب وتحطوه على بشرتكم، طلع هو يجي هيك في مثل هذا، تقدرين تظلين تفركين وتسوين عليه مثل التدليك بالوجيح، راح يقشر بنفس الوقت زين البشره، وهو وانت تفركين طلعوا راح يوقع بعديها من وجهكم، بس هو يكون اتجانس مع الزيوت كلها طيب، راح تشوفين وجهك او ايدك او رقبتك او تحت العين اذا ما تتحسسوا من عنده خلال فتره كثير قليله بيضت، اعطت اشراقه، اعطت نضاره بنفس الوقت بعدت التجاعيد. حاولوا خواتي اللي عندها تجاعيد تستمر على الوصفه، مو تستعملها حتى لو خواتي استعملتيها شهر وشهرين وثلاثه، تظلي تستمري لانها خواتي هاي التجاعيد خطوط تعبيريه او خطوط شلون نقول التجاعيد من العمر، بدها شويه تواصل، بدها شوية تعب مع التدليك مع الهاد، راح تاخذين بشرة كتير حلوة. حاولوا دائما مو بس على الوجه او تحت العين، حاولوا على الرقبة كمان، الرقبة تحتاج من عندكم عناية، لان الرقبة هي منظر شلون نقول الوجه، يعني شو فايدة اذا انت خفيتي كل العيوب من وجهك والرقبة فيها تجاعيد او فيها شلون نقول او سمار. حاولوا يكون لون بشرتكم بلون بشره بلون رقبتكم حتى من ورا، يعني لو بات تشوف خوات من قدام رقبتهم بيضه او سمار وجهها ومن ورا سوده، يعني حبايبي دائما هذا كتير كويس للسواد اللي بالرقبه كمان، اذا حطيتوه على الرقبه على الظهر كتير منيح. اتمنى حبايبي انكم نال رضاكم هذا الكريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واتمنى من عندكم حبايبي كمان تعملوا لي لايك وشير واشتراك، ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ومع السلامه.